إليكم من جديد مشاهدينا وإلى القسم الأخير من صباح النور. بعد مرة أخرى شو هالنشاط؟ نشاط أكيد بعد الحلويات أكيد شيكون فما نشاط، وأيضا فما نشاط لأنه حنين واشتياق إلى المكان اللي ماشيين له. بعد شوية محطتنا الآن هي تونس للإضاءة على مهرجان الحمامات الدولي في دورته 55. وينضم إلينا مباشرة من تونس المستشار الفني للمهرجان كمال الفرجاني. صباح النور أستاذ كمال وأهلا بك. برمجة ثرية ومتنوعة للمهرجان. أهلا فيك. يعني هذا المهرجان يتضمن 30 عرضا، ما الذي يميز هذه الدورة منه؟ في الحقيقة سعدت الهيئة المديرة من خلال البرمجة الرسمية لمهرجان الحمامات الدولي في دورته 55 إلى تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في أن تكون جميع هذه العروض متنوعة جغرافيا وفنيا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى سعينا إلى أن تكون جل العروض عروض حصرية يختص مهرجان الحمامات الدولي بتقديمها في صيف 2019 إلى رواد هذا المهرجان. ومن ناحية ثالثة عملنا أيضا على أن تكون هذه العروض المبرمجة موجهة إلى مختلف الشرائح العمرية وقادرة على تلبية رغبة مختلف الأذواق أيضا. هذا ما حاولنا يعني التوصل إليه، ونأمل أننا قد حققنا يعني نعم هذه الرؤية. سيد كمال، بالعادة دائما ما يغلب على مهرجان الحمامات ربما الطابع الغربي في الموسيقى، نلقاه عدة أنواع موسيقى مختلفة في مهرجان الحمامات. هذه الدورة ربما يميزها بعض الشيء هو الموسيقى الغربية العربية المغاربية في نفس الوقت. إلى أي مدى هذا الكلام أو إلى أي مدى هذا التنوع سيكون موجود خلال الدورة 55؟ مهرجان الحمامات الدولي هو مهرجان بالأساس تونسي، وهو أيضا مهرجان منفتح على محيطه الطبيعي المغاربي والعربي من جهة، وأيضا منفتح باعتباره مهرجانا دوليا هو أيضا منفتح على محيطه الإفريقي والمتوسطي والدولي بطبيعة الحال. يمكن في الدورة هذه سنشهد عدة فنانين، ومن بينهم وعد زياد رحباني اللي قد يكون لأول مرة في تونس وسيكون ضمن مهرجان الحمامات في عرضين متتاليين. أخبرنا أكثر سيد كمال. نحن سعداء جدا يعني باستضافة الفنان الكبير الموسيقار زياد الرحباني صاحب المواهب المتعددة، فهو يعني عازف بيانو وفي نفس الوقت جازمان حقيقي ومؤلف موسيقي يعني مسيطر سيطرة تامة على آليات الكتابة الأوركسترالية، وإلى غير ذلك يعني من المواهب الأخرى التي يتمتع بها هذا الفنان. فعلا زياد الرحباني سيزور تونس لأول مرة، وهذا سيمثل حدثا فنيا استثنائيا باعتبار القيمة الكبيرة الإبداعية لهذا الفنان من جهة، وأيضا الجماهير التي تنتظره، لأنه لزياد الرحباني قاعدة جماهيرية كبيرة في تونس وهي على أحر من الجمر لاستقبال هذا الفنان. جميل. أخبرنا لو سمحت عن هذا التحدي المستمر يعني بعد مرور 55 عام على تنظيم هذا المهرجان. والله من التحديات يعني من التحديات التي نجح المهرجان في كسبها يعني هو تكوينه لجمهور
خاص به جمهور قادر على متابعة ومواكبة العروض الفنية الجادة. وربما الرهان الأكبر والتحدي الأكبر في المستقبل هو توسيع القاعدة الجماهيرية لهذه الفئة من الجماهير، وربما أيضا التقليص من العروض التي تكتسي صبغة احتفالية بحتة شيئا فشيئا، حتى يتمكن المهرجان يعني من استقطاب عدد كبير من الجماهير التي القادرة على الترفيه على نفسها بالثقافة والفن، يعني بإمكانها مجارات ومتابعة عروض فنية ذات خلفيات فكرية وثقافية دون اللجوء إلى الرقص والتصفيق والغناء. طبعا سيد كمال، نجاح ربما الافتتاح لهذه الدورة 55 أيضا بحديثنا عن التحديات خلق تحدي ربما إلى أن تكون أيضا بقية العروض المبرمجة في المهرجان تشكل نجاح أيضا باهر. أخبرنا أكثر عن عرض الافتتاح. افتتحنا يعني هذه الدورة بعرض مسرحي من لنص للكاتب الكبير والأديب عز الدين المدني، ومن إخراج الفنان الشاب حافظ. هذا العرض المسرحي تحت عنوان رسائل الحرية تم يعني بحضور جماهير كبيرة تابعت هذا العرض باهتمام كبير، ونحن يعني ممتنون بنجاح هذا الافتتاح. الحمد لله، ونتمنى أيضا التوفيق في بقية العروض، وأيضا التوفيق لمهرجان الحمامات في دورة 55. طبعا مهرجان غني عن التعريف في تونس. نتمنى لكم كل التوفيق. المستشار الفني لمهرجان الحمامات الدولي كمال الفرجاني، شكرا جزيلا لك. شكرا على هذه الاستضافة. شكرا سيد كمال.